إصرار السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية وإسقاط النظام في الشهر الرابع من مظاهراتهم ليس أقل من إصرار النظام على التشبث بمواقفه في صياغة الإصلاح وفق معاييره الخاصة. لم يغيروا شعاراتهم في جمعتهم الجديدة، لكنهم أرادوا كما يبدو التأكيد رمزيا وعمليا على اكتساب تحركهم قوة دفع متزايدة في الشارع السوري، رغم محاولات النظام وإعلامه إلصاق اتهامات الإرهاب والانتماء لجماعات سلفية بالمشاركين في هذه المظاهرات ونفي الطابع السلمي عنها. جمعة الشيخ صالح العلي القادية أكدوا مجددا وهم يلتقون تحت لواء جمعة الشيخ صالح العلي أحد رموز المقاومة ضد الانتداب الفرنسي أن تحركهم يتسامى على كافة الانتماءات العرقية والطائفية، وأنهم لا يطمحون إلا إلى دولة مدنية يتساوى فيها الجميع أمام القانون. لغة الرموز كانت حاضرة أيضا في حماه، وهي مدينة لم يزل أهلها يتذكرون مقتل الآلاف من أبنائهم على يد النظام في الثمانينات من القرن الماضي. خرج المتظاهرون فيها حاملين ما قالوا إنه أطول علم سوري بعد أيام من تحرك مماثل لأنصار الرئيس السوري في العاصمة دمشق. لكن الرمزية الأكثر دلالة تجسدت في حلب شمال سوريا، وهي ثاني أكبر مدن البلاد. تجاوزت المظاهرات فيها حدود الحرم الجامعي إلى حي الإذاعة، وسقط فيها أول قتيل في تلك الاحتجاجات قرب مسجد آمنة بنت وهب. دمشق العاصمة ومركز الثقل السكاني الأول في البلاد لم تكن غائبة. خرجت المظاهرات في أحياء منها القابون والقدم والصالحية والحجر الأسود، وكذلك في العديد من مناطق ريف دمشق. قراءة الدلالات في جمعة صالح العلي لم تقتصر على دمشق وحلب وحماه، فالعمليات العسكرية في جسر الشغور ومعرة النعمان في محافظة إدلب لم تمنع المتظاهرين من الخروج في مناطق أخرى في نفس المحافظة كبنش وكفر نبل. لم يختلف المشهد عن هذا في الرستن وفق روايات شهود العيان، كما في درعا المدينة والمحافظة منها انطلقت شرارة الاحتجاجات ولم تزل مستمرة، رغم أنها أول من جرب أيضا قبضة النظام الأمنية. وقد أعلنت لجان التنسيق المحلية عن تشكيل مجلس ثوري في تلك المحافظة. الأوضاع هنا هادئة وطبيعية تماما. في مواجهة ما يبث على الإنترنت من صور المظاهرات وروايات شهود العيان، ما زال الإعلام السوري يتحدث عن مواجهة ما يدعوها التنظيمات الإرهابية المسلحة في محيط جسر الشغور، وعن عودة الأهالي إليها، وعن قيام قواته بحماية الطريق بين حلب ودمشق من هذه العناصر. أما في الشارع فهناك نيران في مواجهة مظاهرات، لكنها لم تقتل في المتظاهرين كما قالوا سوى خوفهم. أكثر من 1300 مدني وأكثر من 300 جندي قتلوا في 3 أشهر من المظاهرات وفق منظمات حقوقية، لكن هذه الدماء السورية باتت تغذي ما يقول هؤلاء إنه طوقهم إلى التغيير والحرية. هذه هي سوريا اليوم، وقد تغيرت ملامح صورتها إقليميا ودوليا من بلد يوصف بالممانع ويحتضن مقاوم الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية إلى بلد تتهم حكومته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق مواطنيها وتتهددها عقوبات دولية، ويبقى تغيير الصورة معلقا بإرادة تتجاوب مع ما يريده هؤلاء السوريون. وقبل أن نستكمل الملف السوري نتحول إلى رباط وجانب من خطاب العاهل المغربي محمد السادس، وهو ما يتجلى في المحور في المحاور العشرة الأساسية التالية: التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن، وذلك من خلال التنصيص على أن شخص الملك لا تنتهك حرمته، وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك أمير للمؤمنين ورئيس الدولة. تحديد بلوغ الملك سن الرشد في 18 سنة أيوة 16 سنة إسوة بكافة إخوانه وأخواته المغاربة. تخويل رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدستورية باعتبارها مسؤولة عن احترام الدستور، وهو ما يشكل جوهر مهام هذا المجلس، وكذا جعل تركيبته تضم كافة السلطات الدستورية، وذلك بإضافة عضوية كل من رئيس